ابن ادم الى تلك الساعة، فاذا عند كل سنبلة ما شاء الله من رجل وامرأة كلهم يقولون ارضنا ورثناها عن ابائنا واجدادنا. ففر الرجل منهم وكان قد بلغه امر عيسى، كان سامع باسم النبي عيسى بن مريم ولكن لا يعرفه، فلما عرفه قال معذرة اليك يا نبي الله، اني لم اعرفك، زرعي ومالي حلال لك. فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال ويحك، هؤلاء كلهم ورثوها وعمروها ثم ارتحلوا عنها وانت مرتحل عنها، ولاحق بهم ليس لك مال ولا ارض. هذه الذين عبدوها تركتهم، الذين عبدوها فكيف بغيره. اوحى الله الى نبيه موسى بن عمران قال يا موسى الفقير من ليس له كفيل مثلي، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس له مثلي حبيب، يا موسى ارضى بكثرة من شعير تسد بها جوعتك، وخرقة تواري بها عورتك، واصبر على المصائب، واذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل انا لله وانا اليه راجعون. كأنها مصيبة. فقل انا لله وانا اليه راجعون، ذنب اجلت عقوبته في الدنيا، واذا رأيت الدنيا مدبرة عنك فقل مرحبا بالشعار الصالحين. يا موسى لا تعجبن بما اوتي فرعون وما مت به، فانما هو زينة الحياة الدنيا. روي ان عيسى عليه السلام مر بينما هو في سياحته اذ مر بجمجمة نخرة. تصور ما في احد من عندكم ما شاهد لجمجمة، صاحبه الجمجمة هم انسان كان، هم عنده شهوات، هم عنده رغبات، هم كان يعيش مثلنا، هم غيرنا يجي يشوف جماجمنا. مر بجمجمة نخرة فسأل الله في ان تتكلم، فانطقها الله تعالى. فقالت الجمجمة يا نبي الله انا بلوان بن حفص ملك اليمن، عشت 1000 سنة ورزقت 1000 ولد واشتغلت 1000 بكر وهزمت 1000 جيش وفتحت 1000 مدينة، فما كان كل ذلك الا كحلم نائم، فمن سمع قصتي فلا يغتر بالدنيا. من 70 سنة 1000 سنة و1000 مدينة فتحت و1000 جيش هذا، ومع ذلك الا كحلم النائم. وروي عن علي بن ابي طالب سلام الله عليه لما رجع من طفين، تعرفون ما الذي حدث للامام علي في طفين؟ لما رجع من طفين ودخل اوائل الكوفة رأى قبرا، فقال قبر من هذا؟ قالوا قبر خباب بن الارث. فوقف عليه وقال رحم الله خبابا، اسلم طائعا، اسلم راغبا وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه اخرا، الا وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ثم مشى فاذا هو بقبور، فجاء حتى وقف عليها وقال السلام عليكم اهل الديار الموحشة والمحال المقصرة، انتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وبكم عما قليل لاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل ليوم الحساب وقمع بالكفاف ورضي عن الله تعالى. ثم قال، بدأ يخاطب اهل القبور، قال يا اهل القبور، اما الازواج فقد نكحت، واما الديار فقد سكنت، واما الاموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم التفت الى اصحابه وقال اما انهم لو تكلموا لقالوا لقد وجدنا ان خير الزاد التقوى
والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن لماذا يجب أن نكون زاهدين في الدنيا؟ لأنها أحقر من أن تكون هدفا. وأعمالهم كجبال التهامة فيؤمر بهم إلى النار، أعمالهم الخيرة مثل جبال تهامة لكن يؤمر بهم إلى النار. فقيل يا رسول الله أمصلينهم؟ قال نعم، كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنية من الليل، يعني بعض الليل كانوا يقومون، لكن فإذا عرض لهم من الدنيا شيء وثبوا عليه، يعني ما دام لم يمتحن كان عابد زاهد، لكن بمجرد ان يحصل طاوله يرمي نفسه عليها، بمجرد ان يحصل على منصب، على راتب، على زوجه، على بيت، على فيلا، تشوف كل اهدافه تبخرت انتهت، بعد لا يهتم بالمصلين ولا بالصائمين ولا بالمؤمنين ولا هم يحزنون. يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون فكونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا. كل واحد يلتحق بامه، انت ابن الاخرة او ابن الدنيا؟ عجيب، في رواية حول خلق الدنيا، الرواية تقول ان الله خلق نورا وخلق ظلمة، نور وظلمة، ثم خلق بينهما النور والظلمة، هذه هي الدنيا. ثم اذا كان يوم القيامة فصل بينهما، فكل ما هو نوران يلتحق بالجنة وكل ما هو ظلمان يلتحق بالنار. ولذلك ممكن هذا الانسان يوم القيامة ينقص جزء منه يكون في نار جهنم يحترق. يفصل في الدنيا خلق بينهما، يوم القيامة يفصل، النور تلتحق بالنور والظلام يلتحق بالظلام. ولهذه الحقائق، لأن الدنيا لا تستحق أن تكون هدفا، ولأنها تتركنا ونحن نتاركوها، لهذه الحقائق ولأن هنالك ما هو أسمى وأجل وأعظم وهي الآخرة، جاءت جمهرة من الروايات وكلها تطالبنا بالزهد في هذه الدنيا. في حديث شريف جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. ممكن الغارق في الدنيا ما يعرف مشاكلها ومصائبها. ولذلك جاء في حديث لطيف يقول اذهب في الدنيا تبصرك عيوبها. ما دام انت موله بيها، لا مثل واحد عاشق بنت يشوفها ملكة جمال الكون ما دام هو عاشقها، لكن بمجرد انه هي تتركها وما تقبل الزواج منه راح يشوف معايبها وحضورة ثانية. اذهب في الدنيا تبصرك معايبها، لكن ما دمت موله بها لا، حب الشيء يعني ويصل. الدنيا عجيبة، مثلها مثل المال، لا تكون لك إلا إذا صرفتها. سلام عليكم. مال الدنيا في الحقيقة ثقل عليك وثقل على ضميرك، حتى المال الذي تودعه في بنك دائما انت خاوف الدولار ينزل الدولار يصعد، يعني حتى المال سابقا كانوا يحملون الاموال لانها كانت مصنوعة من الذهب والفضة، حمل ثقيل، انت خادمه المال الا اذا صرفته. يعني شوف هذه الدنيا كم هي لا تسوى، انها لا تنفع الا اذا صرفتها، حينما تصرفها تحصل عليها، لكن حينما ما تصرفها تبقى ثقل على ضميرك. جعل الخير كله في بيت
وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. وفي رواية أخرى الزهد متجر رابح، وفي ثالثة الزهد ثروة. ثروة حينما تكون زاهد في الدنيا لا يمكن الضغط عليك، لا تنحرف لا رغبة ولا رهبة، لا من أجل مطمع تنحرف ولا خوفا من شيء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. حالة ملائكية، حالة من الحرية المطلقة تحصل عليها، تنطلق في هذه الحياة. لا ضغط مادي عليك يمكن أن ينحرف بك الطريق، ولا التهديد يمكن أن يمنعك من تحقيق أهدافك. تعيش حالة من الحرية المطلقة. الزهد ثروة، واقع ثروة. أحد الطغاة جاء إلى زاهد، الزاهد كان قد افترس حصيرة بالية ويستظل ويتمتع بالشمس لضوء الشمس. هذا كان طاغوت جبار من الجبابرة. وقف التفت إلى الزاهد قال هل لك حاجة؟ قال نعم. قال أنا تعرف أنا الملك فلان قادر على أن أغير حياتك مرة واحدة بكلمة، هل لك إلي حاجة؟ قال بلى. نعم، ما هي حاجتك؟ قال أن تبتعد عني لأنك منعت عني ضوء الشمس. قال ما أزهدك في الدنيا؟ قال أنت أزهد مني. قال كيف؟ قال لأنني زهدت في دنيا فانية وأنت زهدت في آخرة باقية، فأينا أزهد؟ يا علي إن الله زينك بزينة لم يزين العباد بزينة هي أحب إليه منها. زهدك في الدنيا وبغضها إليك وحبب إليك الفقراء وجعلك ترضى بهم.